السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا طلاب كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية. اليوم رح نقدم لكم الحلقة التاسعة من برنامجكم تثقيف صيدلاني، واللي رح نتحدث فيها عن القرحة الهضمية. القرحة الهضمية هي تقرح في بطانة المعدة أو الاثني عشر، وهو القطعة الأولى من الأمعاء الدقيقة. تسبب القرحة الهضمية ألماً حارقاً في المعدة عادةً، ويمكن أن تسبب القرحة الهضمية إذا لم تعالج مشاكل أخرى أشد خطورة على الصحة. تسمى القرحة الهضمية التي تحدث في المعدة القرحة المعدية، أما القرحة الهضمية التي تحدث في الاثني عشر فتسمى القرحة الاثني عشرية. يمكن أن تحدث القرحة الهضمية في المريء فوق المعدة مباشرة، ولكن هذا أمر نادر. يعاني كثير من الناس من القرحة الهضمية، بل إن بعضهم يمكن أن يعاني من القرحة المعدية والقرحة الاثني عشرية في الوقت نفسه. قد يعاني بعض الناس من القرحة الهضمية أكثر من مرة خلال حياتهم، ولكن القرحة الهضمية ولله الحمد قابلة للعلاج بنجاح، وتعد مراجعة الطبيب هي الخطوة الأولى من أجل ذلك. الأسباب: تحدث معظم إصابات القرحة الهضمية بسبب التهاب تسبب جرثومة تدعى الملوية البوابية H. pylori، كما أن مضادات الالتهاب غير استيرويدية كالأسبرين والبروفين هي من أهم الأسباب الشائعة للقرحة الهضمية أيضا. الملوية البوابية من أكثر أسباب القرحة الهضمية شيوعا، ويمكن أن تنتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوثين، ولكن كثير من الناس الذين يحملون هذه الجرثومة لا تحدث عندهم قرحة هضمية أبدا. إن الاستعمال المتكرر لمضادات الالتهاب غير استيرويدية هو السبب الثاني الأكثر شيوعاً للقرحة الهضمية. تحدث القرحة الهضمية الناجمة عن استعمال مضادات الالتهاب غير استيرويدية غالباً عند من بلغوا أو تجاوزوا 60 من العمر. الإناث استعملوا مضادات الالتهاب استيرويدية أو غير استيرويدية لفترة طويلة أو أصيبوا بالقرحة الهضمية من قبل. إن الأسباب الأخرى للقرحة الهضمية نادرة، وأحد هذه الأسباب النادرة هي متلازمة زولينجر أليسون، وهي مرض يفرز فيه الجسم كميات كبيرة من الحموض في المعدة، وهذا ما يؤدي بطانة المعدة أو الاثني عشر. لا يتسبب التوتر النفسي أو الأطعمة المبهرة الإصابة بالقرحة الهضمية، ولكنها يمكن أن تجعل الأعراض القرحة أكثر سوءا. إن العرض الأكثر شيوعاً للقرحة الهضمية هو شعور المريض بألم حارق في معدته. يمكن أن يشعر المريض بألم القرحة الهضمية في أي مكان من البطن، ومن صفات هذا الألم أنه يبدأ بين الوجبات أو خلال الليل، يختفي لوقت قصير إذا تناول المريض طعاماً أو دواءً مضاداً للحموضة، يستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات، يظهر ويختفي لمدة أيام أو أسابيع. ومن الأعراض الأخرى للقرحة الهضمية نقص الوزن، فقدان الشهية، النفخة، التقيؤ، شعور المريض بانزعاج في معدته. يجب اللجوء إلى الطبيب فوراً إذا تعرض المريض لأعراض أكثر خطورة، مثل ألم شديد مفاجئ مستمر في المعدة، براز داكن أو مدمى، قيء مدمى أو قيء يبدو مثل رواسب أو طحل القهوة. قد تكون هذه الأعراض الخطيرة مؤشراً على أن القرحة قد فتحت أحد الأوعية الدموية، أو أنها اخترق جدار المعدة أو الاثني عشر، كما أنها قد تدل أيضاً على أن الطعام قد توقف عن الحركة من المعدة إلى الاثني عشر، وقد يكون المريض بحاجة إلى عملية جراحية لتدارك هذه المشكلة. التشخيص: يجب أن يخبر المريض الطبيب عن الأعراض التي يشكو منها والأدوية التي يستعملها، وعليه عدم إغفال الإشارة إلى تلك الأدوية التي يستعملها دون وصفة طبية كالأسبرين أو البروفين أو النابروكسين. يقوم الطبيب بإلقاء نظرة على المعدة والإثني عشر من الداخل، وذلك بإجراء تنظير داخلي أو سلسلة صور شعاعية هضمية علوية، وهي نوع من التصوير بالأشعة السينية. الوقاية: يحتاج الشخص للوقاية من القرحة التي تسببها الملوية البوابية إلى الحماية من احتمال التعرض للعدوى بهذا النوع من الجراثيم، لذا فإن عليه غسل يديه بالماء والصابون بعد استعمال المرحاض وقبل الطعام، تناول الطعام النظيف المطهو جيدا، استعمال الماء للشرب من مصدر نظيف آمن، وللمساعدة على الوقاية من القرحة التي تسببها مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، فإن على الشخص التوقف عن تناول هذه الأدوية إذا كان ذلك ممكناً، تناول مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية خلال الوجبات إذا استمرت حاجة المريض إليها، استعمال أقل جرعة ممكنة من هذه الأدوية،
الاستفسار من الطبيب عن الأدوية التي يمكن أن يستعملها المريض لحماية المعدة والاثني عشر لديه في أثناء تناول مضادات الالتهاب غير الاستيرودية. أما بالنسبة للمعالجة القرحة الهضمية فهنالك حالتين، غير الدوائية والدوائية. بالنسبة لغير الدوائية، على المريض تجنب الأطعمة الحمضية والحارة، وعليه أيضا تجنب تناول الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين. أما بالنسبة للدوائية، يقوم الطبيب بوصف عدد من الأدوية المختلفة، وذلك اعتمادا على الأسباب التي أدت إلى القرحة عند هذا المريض. قد يقوم الطبيب بوصف مضادات حيوية إذا كان سبب القرحة هو الملوية البوابية. أما إذا كانت مضادات الالتهاب غير الاستيرودية هي سبب القرحة، فإن الطبيب يمكن أن يصف للمريض أن يتوقف عن تناول هذه الأدوية، أو أن يخفف الجرعة التي يتناولها، أو أن يقوم بتناول أدوية إضافية لتجنب أو لتخفيف حموضة المعدة، أو التحول إلى نوع آخر من الأدوية التي لا يسبب القرحة. قد تكون الجراحة ضرورية في حالات نادرة للمساعدة على شفاء القرحة، كما قد يحتاج المريض إلى الجراحة إذا كانت القرحة عنده لا تشفى رغم المعالجة، أو تعود ثانية باستمرار بعد المعالجة، تنزف أو اخترقت جدار المعدة أو الاثني عشر وتمنع خروج الطعام من المعدة. تستطيع الجراحة إزالة القرحة وتخفيف كمية الحمض في المعدة. ينبغي على المريض الامتناع عن التدخين إذا كان مدخن، كما أن عليه تجنب تناول الكحول، إذ أن التدخين والكحول يبطئان من شفاء القرحات، بل يمكن أن يؤديان إلى تفاقم هذه الحالة.